العودة للعمل بعد إجازة طويلة يكون ثقيل على النفس، والكثير يشعرون بالملل، بل قد يصاب البعض بالاكتئاب بسبب الرهبة من العودة للروتين اليومي للعمل والحزن على انقضاء هذه العطلة بسرعة. بالذات احنا يا سمية كانت رحلتنا في العطلة طويلة، يعني خلال شهر رمضان. صحيح. لكن رجعنا بكل حب للناس وفرحة اللقاء بهم، ومع ذلك ما زال يعني شعور العودة للعمل بعد أخذ إجازة طويلة يكون مختلف ما بين الحزن على انتهاء العطلة والخوف من القادم وضغط العمل كذلك، وأيضا الرغبة في الحصول على مزيد من الاسترخاء والراحة في العطلة. وعليه فإن العودة للعمل يشعرك أحيانا بالاكتئاب فعلا، حتى لو كنت أصلا يعني تحب عملك. طبعا وديان هناك متلازمة ما بعد العطلة، وهي حالة مؤقتة من المزاج السيء والضجر والشعور بالتعب وانخفاض الدافعية والرغبة في العمل، يصيب أكثر الموظفين الجدد والطلبة الجدد في الجامعة، وقد تتنوع الأعراض وتختلف من شخص إلى آخر. وللحديث عن هذه المتلازمة، أسبابها وكيف التخلص منها أو التخفيف كذلك منها، نستضيف الدكتور عبد العزيز القدسي في صباح بلقيس. يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا بكم، سعيد أن أكون معكم في صباح بلقيس. بلقيس الملكة. تنورنا وتشرفنا، شكرا لك. بلقيس الملكة القيادية والإدارية التي احتفى بها القرآن لما تتبتع به من صفات قيادية. أعتقد أن بلقيس في زمانها كامرأة مارست العمل القيادي والإداري لم تعاني من اكتئاب ما بعد الإجازة والعطلة. صحيح فعلا، إن شاء الله نكون مثلها يعني. طيب دكتور عبد العزيز، على ذكر سيرة الاكتئاب، ما هي أعراض متلازمة اكتئاب ما بعد العمل؟ طيب في البداية أحب أن أبين حقيقة أولية نؤسس بها هذا اللقاء، أن بيئة العمل هي بيئة اجتماعية وإنسانية. الموظف كيان إنساني واجتماعي يعتريه في بيئة العمل التي يقضي فيها ساعات طويلة، ليس فقط 8 ساعات، أحيانا قد تمتد إلى 10 ساعات أو أكثر من ذلك في معظم أو في أغلب الوظائف أو بعض الوظائف. يعتريه في هذه البيئة ما يعتريه في الحياة العامة والشخصية، فالانفصال بينهما. فبيئة العمل مجال تحتوي على المواقف والضغوط والمشكلات والصراع والتحديات، هذه جميعها تؤثر في المحصلة على نفسية وصحة الموظف، فيعاني من أعراض نفسية وأعراض أيضا جسدية مثل الاكتئاب والقلق والضغط، ضغط الدم والاحتراق النفسي. متلازمة اكتئاب ما بعد الإجازة والعطلة والعودة للعمل هي نستطيع أن نقول أنها هي حالة مؤقتة أو نوبة مؤقتة، عرض وليس مرض يعني. أيوة. لماذا؟ لأن الأغلبية أو في المعتاد الجميع يعني الغالب يصاب بهذه المتلازمة، الذي أبرز يعني أعراضها كما نوهت في البداية اللي هي الأرق، القلق، المزاج السيء، المشاعر السيئة، انخفاض الدافعية نحو العمل أو الرغبة في العمل، العصبية، التوتر، الإرهاق، مشاكل في النوم، وهذه أبرز الأعراض، أعراض متلازمة اكتئاب ما بعد الإجازة أو العطلة. طيب إحنا لما نرجع يعني للعمل بنرجع بعد إجازة. نعم. جميلة، يعني المفترض إن إحنا نكون مبسوطين إن إحنا رجعنا العمل، لكن يحصل العكس، إيش هي الأسباب يا دكتور؟ نعم، هو طبعا هناك عدة أسباب، لكن في المقام الأول الانسحاب أو الانخفاض المفاجئ لهرمونات الأدرينالين تحديدا، هرمون التحفيز وهرمون السعادة. فأول ما نبدأ بالإجازة عادة ما يكون هذا الهرمون في أعلى مستوياته، فرحان بالإجازة، ستستمتع بها وستقضي أوقات ممتعة مع أهلك مع أصدقائك مع العائلة. بمجرد انتهاء الإجازة ينخفض الأدرينالين وهرمون السعادة ويصل إلى المستويات السابقة أو المستويات الضعيفة. هذا أبرز الأسباب الذي يعني ركز عليه العلماء. هناك أيضا سبب آخر في اعتقادي، هو العودة إلى المطحنة أو الطاحونة بعد اكتشاف ما وراء التل من سعادة ومن تفاصيل جميلة.
العودة إلى عجلة الروتين والالتزامات، التزامات العمل بعد هروبنا وانفصالنا بعض الشيء عن الضغوط، هذا سبب آخر. أيضا عدم الاستمتاع بالقدر الكافي بالإجازة، يعني أغلبنا أو يعني هناك كثير منا ينقضي وقت الإجازة سريعا. أنا مثلا أضرب مثلا على نفسي، في أسبوع الإجازة عيد الفطر الفائت وضعت أكثر جدول، يعني سأعمل وسأذهب وسأزور، وانقضت الأيام سريعا، وشعرت في نهاية الفترة أن أني بالفعل محبط. كم من الأشياء اللي أنت عملتها يعني من هذا القائمة الجميلة؟ يعني أنا أذكر فيما أذكر أنك يعني القائمة يمكن حوالي أمر أو أمرين، حتى زوجتي كانت زعلانة مني لأن كنا نخطط لأمور لم نستطع أن نعملها يعني. فتكون العودة مخيبة وباعثة على الاكتئاب. هذه أبرز الأسباب: الانسحاب المفاجئ، الهرمون يعني الهرمون السعادة والأدرينالين، أيوة. العودة للمطحنة الروتين، وعدم الاستمتاع بالقدر الكافي. يعني دكتور لو يسمعونا المدراء بيقولوا خلاص معناته احنا ما فيش داعي للإجازة دي طالما وانتوا ترجعوا مكتئبين يعني. طيب طبعا شوف، تفضل. هو انا اللي اريد اقوله ان هو امر اعتيادي. صحيح. يعني في الحالات العاديه، هل تكون مثلا في المدرسه، يعني هناك الامر اسبوعيا ممكن نمارسه، افضل ايام الاسبوع هو يوم الخميس، وأسوأ ايام الاسبوع هو ما قبل البدء، يعني يوم السبت مثلا. صحيح. انا اذكر في المدرسه جيل الطيبين جيلي كان يعني كنا يعني نستاء من العوده الى المدرسه، نعود للالتزامات والواجبات والتكليفات وغيرها، فهو امر يتعرض له المرء منذ صغره يعني باستمرار. جيل الطيبين وكل الاجيال يا دكتور نشعر بهذا الشيء يعني. حتى الاطفال اعتقد. طيب نعم. يا دكتور، كم تستمر هذه الفترة اللي تجينا في بداية العمل أو بداية الدراسة بالأخص مع الطلاب؟ هي الفترة هي عدة أيام، ولكن إذا استمرت أكثر من أسبوعين أو استمرت لأسبوعين، فهذا جرس إنذار أن هناك مشكلة ما، قد تكون مشكلة نفسية أو قد تكون مشكلة خاصة، مشكلات يعاني منها الموظف في عمله. أيوة. طيب نعم، دكتور، من هم يعني الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأعراض اكتئاب العودة للعمل؟ نعم، أولا كما قلنا واتفقنا الجميع هم عرضة وهو أمر اعتيادي، لكن هناك فئات معينة من الموظفين يعني يعانون بشكل مركز من هذه الأعراض. أولا كما قلنا من لديهم مشاكل نفسية وعندهم قابلية يعني للاكتئاب بمجرد يعني سبب بسيط يحفز اكتئابه. أيضا من يعانون من مشكلات كما قلت في العمل، الأفراد الذين يعملون في وظائف يعني في ظروف عمل ذات ضغوط، مستوى ضغوط عالية وتوتر عالي، مثلا الجنود في الخدمة العسكرية، رجال الإطفاء، رجال يعني الشرطة، الجراحون في خاصة في الطوارئ. أيوة. الطيارون، المراسلون، الصحفيون وخاصة في بؤر الحروب، أيضا المدراء التنفيذيون الذين لديهم مسؤوليات كبيرة، سائقو الأجرة، هذه طبعا هي ترتيب نتج عن دراسات، المذيعون نشرات الأخبار أيضا، هم هذه نشرات الأخبار أيضا هم فئة من هذه الفئات الذي يتعرضون لضغوط. يعني إحنا في السلم يا دكتور، إحنا مش أخبار. أنا أذكر أنا عملت في الأخبار مذيع نشرة الأخبار، عادة يعني نشرات الأخبار ما تحتوي ماذا؟ تحتوي أخبار سيئة. أيوة. حروب، دمار، يعني فيضانات وغيرها. أتذكر أنا عند يعني كل يوم، وبعدين الخبر الحروب والقتلى هو اللي يتصدر. هذه الوظائف عادة تكون ضاغطة على الموظف يعني، فعندما ينسل منها ويعود يتذكر أنه سيعود إلى جو من الضغوطات. هناك أيضا بعض الوظائف التي يعني متطلباتها أن تحتاج تسليمات دائما بشكل دوري ومستمر للعملاء أو مشاريع في أوقات محددة. أيضا الأفراد الذين يعانون أو يعملون في بيئات عمل مضادة للإيجابية والسعادة والإنتاجية،
تتفشى فيها السلوكيات مثل عدم التفهم، التفهم الرؤساء، التسلط، الغضب، التنمر، النميمة، الهمز واللمز، المكايدة، التحيز الثقافي والشخصي. أنا لما أعود إلى مثل هذه البيئة لا أعود بسعادة وبإيجابية، سأعود إلى جو كله نكد. أيضا الأفراد الذي تتعارض قيمهم الشخصية مع قيم المنظمة ومع أهدافها وتطلعاتها، بحيث أن المنظمة لا تلبي تطلعاتهم، هو يعني يمشي حاله في هذه الوظيفة ولكن لا يرى في هذه الوظيفة كما يقولون ما تشبع شغفه وحبه. رائع جدا دكتور، الكلام اللي أنت ذكرته مهم جدا. طيب خلينا الآن نتكلم على أساليب الوقاية من الوقوع في هذه المتلازمة قبل العودة للعمل. طبعا ممكن نقول قبل العودة هناك إجراء إحمائي أو تجهيز أو تهيئة، وهناك أيضا أثناء العمل أو بعد العودة للعمل. فمثلا يجب يعني السر يكمن في أن يدرك المرء بأن هذا الأمر مؤقت وأمر طبيعي وسيأخذ وقته وينتهي، هذا أولا. ثانيا يدرك أن الإجازات مستمرة ومتكررة، وما لم يتم تحقيقه وإنجازه في هذه الإجازة سيحققه أكيد في الإجازة القادمة. وكما قلت التهيئة والإحماء يعني قبل العودة إلى العمل بيوم مثلا، ينصح بأنه يبدأ الموظف بترتيب مهامه المقبلة، بمراجعة جدول أعماله، يرتب أفكاره، يعرف ما المتوقع منه في المرحلة القادمة في الوظيفة، يتصل بأصدقاء العمل للسلام عليهم، يبدأ يدخل في جو العمل. هذا ما قبل العودة إلى العمل. إذا اضطرقنا إلى مسألة ما بعد العودة إلى العمل، هناك أنا جزأتها أننا يمكن أن نقول أن هناك يعني مسؤولية على الموظف في المقام الأول لمعالجة مثل هذه الأعراض، وأيضا على القادة والمديرين. القاعدة الذهبية للموظف هو أن يتعلم كيف يحفز نفسه، لا ينتظر المدير ولا ينتظر الآخرين. المدير قد يكون مشغول، المدير قد يكون يعني بينه يعني لديه مسؤوليات كثيرة، فالفرد يرتب مكتبه ويراجع ويجدد أهدافه ويجدد النية، يعني كالحديث إنما الأعمال بالنيات، يخطط وينظم، لا ينسى كما قلنا أن يرتب مكتبه، يتفاعل اجتماعيا، هذه مهمة وأنا أؤكد عليها، مع زملاء العمل في اليوم الأول يذهب للسلام على الزملاء، يعني يتبادلون أطراف الحديث عن الإجازة وكيف قضونها وعن المهام المقبلة، يبدأ يعني يعود ويتكيف مرة أخرى مع جو العمل. ايضا يمارس عادة الامتنان، وهذه يعني عادة مهمة. لماذا انا اقول عادة الامتنان هنا؟ اولا ان لديه وظيفة، تتصوروا الان مع الظروف الاقتصادية والركود اللي الان نعاني منه من سنتين، اولا كوفيد والان دخلنا في حرب اوكرانيا روسيا، والمرحلة الاقتصاد العالمي الان يجهز نفسه لركود قد يستمر لسنوات، ركود اقتصادي، بطالة، تضخم. فمن يمتلك وظيفة يحمد الله عليها فعلا والله. يعني ينصح الاقتصاديون ان يبحث الجميع او الموظفون على مصدر الدخل، فاشعر بالامتنان ايضا، وهذا امر مهم ودائم يجب على الموظف الذي يعمل أن يهتم بشأنه الصحي والرياضي والغذائي. يعني مثلا في اليمن اشرب البن يا أخي ولا تخزن مثلا قبل العودة للعمل. هناك أطعمة تثير أو تحفز الاكتئاب مثل السكر، موالح، المخللات، الزيوت وغيرها. أمر آخر يعني من واقع تجربة الشخصية، أذكر أنا زميلي مصري قال يوما، أنا عندما أكتئب أو يعني أوصل إلى مرحلة من الضغط النفسي وضغط العمل أعمل فصلان، هو افصل نفسك اللي هو ماذا تعمل يا أخي؟ قال أروح ألعب يعني في الخارج مع الأطفال، قال. أو مثلا الفصلان أنا أستطيع أن أقول الاسترخاء، التنفس بعمق، التأمل، سماع موسيقى، الصلاة بخشوع وحضور ذهني، هذا يجدد ذهنك ونفسيتك، الخروج إلى الهواء الطلق، ممارسة هواية تحبها مثلا التصميم، مثلا
سماع أغاني مثلاً، الاستماع إلى بودكاست وغيرها من الهوايات. فعلاً يا دكتور يعني الأفكار رائعة جداً، وإحنا حابين نناقش معك بعض التعليقات اللي وصلتنا من الجمهور حول السؤال التفاعلي، واللي كان كيف تواجه اكتئاب العودة إلى العمل بعد الإجازة. نقرأ أول تعليق يا وديان. منصور فيصل سيف قال: الاكتئاب شيء طبيعي، بس يجب أن تتعامل مع العمل الوظيفي على أنه أمر عادي، لأنه الاكتئاب موجود معك بكل وقت وحين، وكذلك الجلوس معك ومعك ومع زملائك في العمل لكي تقضي على الاكتئاب. نعم، أنا أؤكد على مسألة التفاعل الاجتماعي. يعني في هذا التعليق عندما تشعر بالاكتئاب او عندما تشعر بـ بـ يعني بعمل ضاغط، اتصل بزميل ترتاح اليه وتحدث. أيوة. مثلا اذا كنت في نفس بيئه العمل او في المبنى نفسه، هذا التفاعل الاجتماعي يجدد النشاط. نعم. تعليق اخر وصلنا من ام سلسبيل تقول: سهل ما نتحمل الاكتئاب، لكن اين العمل؟ صحيح. لذلك الشعور بالامتنان مهم. نعم صحيح فعلا. هنا نعود لنقطة الامتنان، انه لازم الواحد يمتن يعني فعلا. صحيح في هذا الوضع يعني. اذا الدكتور عبد العزيز القدسي، شكرا لتواجدك معنا في صباح بلقيس على هذه الافكار الرائعه اللي يعني استفدنا منها، وانا فعلا اشعر بالامتنان اني موظفه، والكلام هذا يعني اثر فيني بشكل شخصي حقيقه. العمل نعمه، وهذه المرحله نستطيع ان نتجاوزها. شكرا لتواجدك معنا في صباح بلقيس.